متابعي قناة فاس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة هذه غنجبدوا أو نطرقوا لقضية تتعلق بضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، خاصة أن الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية عازم باش دير واحد وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة في 16 أبريل 2024. هذه الحلقة هذه غادي نناقشوا فيها القضايا والأضرار اللي تعانيوا هاد الناس هذو الضحايا تاع حوادث الشغل والأمراض المهنية. من أجل مناقشة القضية كما قلت نستضيف كل من السيد نجيب ورزان رئيس الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية، وأيضا السي محمد كروش أحد ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بمدينة الدار البيضاء. سي محمد مرحبا بك. شكرا أخ بوستا وشكرا لقناة جريدة أنفاس. شكرا سي نجيب مرحبا بك. شكرا سيدي الله يجزيك بخير، وكنشكروا الطاقم التقني والطاقم كامل ديال جريدة أنفاس اللي استضافتنا ودعمتنا في هذا الدعم في هذا الوقفه ان شاء الله. سي نجيب، بسبتك انت هو رئيس الجمعيه، اشني اهم المؤثر وقفه احتجاجيه امام وزاره الصحه كما قلت في التقديم في 16 ابريل 2024، اشني اهم المطالب ديالكم الوزاره والحكومه بصفه عامه؟ اولا قبل كل شيء المطالب ديالنا هما حنا كنا جايين بغينا نفتحوا تقوس من غير زياده في الايراد. الإيراد كيخرج عن طريق مراسيم. دابا حنا كانت آخر زيادة في 2019، يعني بالفترة ما بين 2008 إلى 2013، يعني خمس سنين. ومن 2013 ل 2018 ل 2023، وحنا بادين في المرسوم الثالث 23-28، باقي لحد الآن ما خدينا حتى حاجة. هذا هو المطلب الرئيسي اللي كنخدموا عليه. باش نفسروا للناس اللي تيتبعونا في أنفاس بريس، أش تعنيوا بهذا الإيراد؟ هذا الإيراد من حك دابا ملي كي مثلا الضحيه كيدير واحد الحادثه لاسيرونس كتعطيه واحد المبلغ، المهم على حساب نسبه العجز اللي عنده وعلى حساب السالير اللي كيشد، يعني بمخالب باش غادي يواكب هذاك داك المونطو اللي كيشد مع المصاريف ديال المعيشه. وهذه قرر المشرع باش يزيد واحد المنحه كيدعم بها هذاك المبلغ باش يساوي ما بين الحياه المعيشيه. والمنحة خاصة من شنو الجهة اللي تتصرف لكم بالمنحة؟ هذه المنحة كانت كتصرفها وزارة الشغل. ومن بعد وزارة الشغل دابا تحولت لوزارة الصحة. ودابا من وزارة الصحة دابا اللي خدات الحماية الاجتماعية اللي غتكلفنا بهذا الملف هذا. وحنا باقيين كننتظروا في هذا الملف يخرج مع وزارة الصحة. والوقت اللي كان الوقت اللي غادي كان يخرج صدر واحد المرسوم جدول دراسة في ثلاثة القوانين. في قانون ديال الشغل وفي ثلاثه قوانين اخرين. ملي جابوا القطاعات لجنه القطاعات الاجتماعيه استثناوا داك هذاك القانون اللي كان على رئيس اللائحه هو دراسه القانون 22-27 بتغيير وتتميم دراسه مشروع القانون 12-18 متعلق بالتعويضات حوادث الشغل. هذاك المشروع نساوه حيدوه ودرجوا اخرين دوزهم في اللجنه. دابا حنا كنطالبوا بهذاك القانون 23-27 باش يدرجوا لنا في هذه الدوره اللي غتكون ديال البرلمان في الافتتاح ان شاء الله، وقد تكون في شهر 4 ولا ما تبدا تكون، بغيناهم يدرجوه لنا ومن بعده يصدقوا لنا على المراسيم باش نستافدوا. من غير القضيه تاع الايراد، يعني شنو المشاكل اللي انتم ضحايا تاع حوادث الشغل والامراض المهنيه؟ شنو الحوايج اللي تتعانيوا منها؟ الحوايج كنعانيو منها اولا بعدا في اولا بالنسبه للعجز اللي كيتعطى، كيكون العجز اللي كيتعطى ماشي مكيوالمش هذيك الاضرار اللي كيتعرض ليها هذاك الضحيه. ثانيا الاجواء اللي كيخدموا فيها الناس ديال العمال ديال الامراض المهنيه ما كايناش واحد الوقايه. مع قله الاطباء ديال حوادث الشغل وكثره المؤسسات وما كيحترموش المعايير وفيما يخص الامراض المهنيه انا شخصيا يعني ما كتلقاش حتى دوك لي ماسك ديال اونتي بوسيير اولا ديال كتلقى يعني عده خروقات وما كاين لا مراقبه ولا جهاز ديال التفتيش اللي كيجي. وعما انا خدمت دابا خدمت 42 سنه في شركه 42 سنه راه ما ساهلاش. ما عمرني شفت شي يعني شي طبيب الشغل حضر الشركه اولا شي واحد من وزاره الشغل يعني وجا تيشوف الناس شنو خصها شنو اللي ما خصهاش. يعني هذا الشيء من كيفاش عرفت انت كيفاش عرفت الحادثه الشغل؟ تعرض لحادثه الشغل عندي انا باش نقدم راسي في الصوره وتكون واضحه، انا عندي مرض مهني ناتج عن تطاير الغبار اللي كتكون في الشركه اللي ناتج على واحد المواد سامه.
تتسبب مثلا سرطان في الرئه واثرت لي شويه على الجهاز التنفسي. هذا من حين اظهر من خلال الخبرات ومن لقيت شواهد طبيه انه عندي مرض مهني. كيف اكتشفت هذا المرض هذا؟ نعم كيفاش اكتشفتيه؟ الوقت اللي اكتشفته هو وليت كنحس بالعيا، ولا التنفس عندي قليل، وليت كنقدر يعني تنعس وكتحس بواحد الاختراق وبعده ودرنا يعني بزاف ديال دي كونسلطاسيون بحال هكا عند الاطباء، ومشينا عند اطباء مختصين اللي ثبتوا انه عندك واحد حسب التحاليل والاجراءات الطبيه انه عندي مرض مهني. سي نجيب بالنسبه لكم انتم في الجمعيه غادي كما قلنا ديروا وقفه احتجاجيه، ولكن فتحتوا المفاوضات مع وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه. نعم فتحنا معهم سابقا، كنا قدمنا 1200 رساله مضمونه الوصول الى السيد رئيس الحكومه. فرضيه تجربه ولا فرضيه؟ كل واحد حط كل ضحيه ارسل له رساله. في هذه التجربه الحكوميه ولا قبل ولا في هذه التجربه الحكوميه؟ لحد الساعه ما توصلنا لا برد لا حتى. وعاود ثاني درنا 800 رساله فرضيه لوزير الصحه نفس، يعني كل ضحيه تيصيفط رساله ديالو بوحدو. ودرنا عده وقفات ثم لقاءات حواريه رغم المراسلات ما كاينش اللي تيتجاوب معها، ما كاينش اللي كيتجاوب. ودرنا وقفات، شي جوج وقفات درناهم بدون تقريبا عندي التاريخ معليش المهم عده وقفات في هذا العام هذا. المهم بالضبط ما قلتش التاريخ كاين ما كاين 2023 باش اكتشفنا. اولا اسمح لي نقاطعك، احنا كنا تابعين لوزاره الشغل، منين جات الحكومه الجديده الحمايه الاجتماعيه مشات لوزاره الصحه، غير بعدا باش نعرفوا روسنا فين حنا كاينين الدوخه مشينا لوزاره الشغل، وحتى الاخر عاد اتصلوا بينا وقال لك ودي غتجيو عندنا لغيو الوقفه. وغير الوقفه مشينا جلسنا ناقشنا معاهم، قال لك انتم وزاره الصحه درنا معهم واحد اللقاء ثاني بغينا نديروا وقفه، داروا معنا لقاء، مشينا خرجنا درنا معهم بي في، قالوا لنا اخر شهر واحد بروبي جونفي نعطيكم الدراسه فين وصلت. كيعيط الاخ السيد الرئيس بدون جدوى قال لي الدراسه باقا ما موجوداش، ولحد الان دابا حنا راه كنتسالوا يعني من 2013 2018 2023 خدينا في 2019 خدينا ديال 2013 صور من 2008 اختي في 2013، وهذا الشيء وغادي كيتراكم والمستوى المعيشي كيتزاد. عندنا ضحايا اللي كيديروا لي كوش ديال الحوادث الشغل بعدا، واخا غادي ندخل في هذا كيديروا لي كوش كياخذوا الدواء ديالهم كيحاشاك حتى دوك لي ساشي ديال الصونت سميتو داك التيود باش كيديروا قضيو الحوائج ديالهم. عندهم امراض نفسيه حيت راه كيولي المرض النفسي اكثر من ما هو جسدي، وداك المرض الجسدي راه ما كيتعوضش، راه ما كيعوضوا داك الشيء اللي غتعطيو. وحتى من الناحيه ديال هذيك الايرادات هزيله جدا. حتى تقريبا توصل هذه الايرادات؟ كاين اللي كيشد 160 درهم في 3 شهور 170 درهم. لان كاين هذا كنت تسمى هذا غير تكميلي، تكميلي بالنسبه لهذاك الايراد العمري اللي كتاخذ. وكاين قضيه اخرى، هو الانسان اللي كيتوفى هذاك ايراد كيبقى يعني في الحكم كيقول لك الضحيه كيتقاضى واحد الاجر ايراد عمري، ديك عمري حنا كنطالبوا خصها تحيد هذيك عمري. واش انا دابا كنستافد من هذاك الايراد معيش به وليداتي واسره وهزيل جدا، وتجي اليوم منين نموت ونتوفى تحيدوا لي، فين غيمشيو هذوك الوليدات؟ فين غتمشي هذيك الزوجه؟ فين زعما لا حول يعني كاينه معاناه حقيقيه زعما. واخا كنتم في هذه الجمعيه اجتمعتوا وقررتوا ديروا جمعيه قررنا نديروا جمعيه علاش؟ لاننا كنا حنا اول حاجه حنا من المتضررين. ارتئينا اننا نجمعوا هاد الاشخاص هادو اللي كاينين اللي كانوا عندنا في الجروب ديال الواتساب كما قلت لك قبيله، باش نديروا ديك الجمعيه ديالي في الكواليس. في الكواليس معليش. كما ارتئينا اننا نديروا جمعيه صافي، وخدمنا بدينا خدامين عليها وقلنا نتحركوا فيها على رب العالمين، وحنا غادي ميسرين نطلبوا الله التوفيق ان شاء الله. شحال تقريبا انتم من العضو في الجمعيه؟ حنا سبعه. لا ماشي في المكتب بصفه عامه، في الضحايا. الضحايا كتفوق 70000 واحد. 70000 ضحيه. 1000 هذه اللي الملفات ديالها ربما هي 70000 حسب احصائيات، ولكن 70 جاهزه. كاينه
هذا الشيء اللي باقي جاي اللي باقي ما خرجوش على بالي تيخرجوا المراسيم عاد كتخرج واحد الدفعه ديال 5 سنين يعني باقي الناس راه معطله من 2013 حيت الايراد وقف في 2013 دابا باقي الناس غتخرج واحد الدفعه ديال 13 18 و 18 23 شوف شحال غتعطيك ديال الضحايا وهذا الشيء راه غادي وكيتفاقم الضحايا راه غادي الامور وكتفاقم راه ماشي هذا الشيء ماشي راجع للور راه واخا هما التكنو هادي وبنادم غادي زعما وخدام راه لا حول ولا قوه الا بالله يعني من دابا نتوما غادي في اطار ديروا هذه الوقفه احتجاجيه كما قلت لي المطالبه ديالكم الاساسيه الايرادات واش تلقيتوا شي يعني الان حاليا في هذه الايام شي محاولات اللي جلسوا معكم الطاوله لا لحد الان باقي ما تقدمتش ما جلسنا حتى واحد دابا حنا لاحظتينا بلغنا بديك الرساله وكننتظروا منهم رد ديالهم واش غادي ندخل معهم في حوار ولا غادي نعلنوا على الوقفه مباشره وكيخليو له حتى النهار اللي باقي مثلا باقي الغد الوقفه عاد كيقول لك اجيو نتحاوروا معاه حنا كنكونوا مستعدين الضحايا راه كيجيو من جوج المناطق المغرب ومصاريف وما عندوش وكيقول لك نجي وحنا والله شادي لا السيد الرئيس كيقول كيبغيو انفيتيو هذه الوقفه حيت كتجيب واحد مبصوره اللي يهدو رجلو وتجلسوا في الشارع حشومه وبدا يطلب اشنو الحق ديالو الحق ديالو مشروع يعني بقانون علاش علاش تخليو الناس ساي يوقفوا ويبداو يطلبوا ونديروا لافتات ونغوتوا على وما كتستجبش ليا وهذيك الفئه حشومه تجي تبرك في الشارع وتبدا تطلب بالحق ديالها كنتمناو وكنطلبوا حنا من السيد وزير الصحه باش يسرع بهاد المراسيم لان هذا الشيء راه زعما لا يحمد عقباه المستوى المعيشي راكم كتعرفوا فين وصل بالنسبه لواش فتحتوا مع النقابات باش يتبناو الملف ديالكم لحد الساعه مازال هذا اقتراح السي بوستا اسمح لي لقطعك السي نجيب يلا اقترحنا بالفعل كنا في واحد الاجتماع قدناه واقترحنا انه نتصل بالنقابات وحنا حاليا دابا عندنا اتصال مع واحد النقابه باش نشوف واش ممكن لأن ربما الاتحاد المغربي للشغل هذا كان باقي ما وصلناش اي باقي ما عرفناش اشنو رد الفعل ديال واش حتى حنا من حقنا وندوزو حتى حنا مثلا في هذاك فاتح ماي ونطالبوا حتى حنا بمطالب ديالنا بالصوت ديالنا حتى تبقاو انتما عمال تبقاو تهضروا هذا هو الاشكال ملي كنا كنعطيو بالصحه ديالنا وكنساهموا في الاقتصاد ديال البلاد مرحبا دابا ملي الانسان تعطب وهذه صافي كانه لم يكن سي نجيب انت تتحمل واحد المسؤوليه كبيره انت هو رئيس الجمعيه ديال هاد الناس يعني شنو الاقتراحات ديالك باش يخرجوا من هاد المشكله هذا ديالكم هذا هم كبير هزو فوق راسي انا وكنتمنى الله يساعدني ويكون معايا فيه بغيت انا ندفع هاد الوقفه ان شاء الله ديال 16 ابريل نتحركوا ويكون قبول في هذا الملف هذا وانت انت واحد من الضحايا ماشي انا أول واحد خصني ندافع ندوى على راسي وغادي نهضر على الباقي ديال الضحايا ديال المغرب الحمد لله ولكن نتمنى من الله نخلي راسي انا الاخر ونسبق الضحايا الاخرين اللي غادي وبالنسبه للضحايا يعني من نساء ورجال وكل شيء مخلطه نعم اراميل واي اراميل شيوخ وهاد الناس كما قال سي محمد يعني تيعيشوا ظروف اللي هي قاسيه كذا كيفاش تيعيشوا في الحياه ديالهم ولا يعني ضحيه من حوادث الشغل يقدر كما قلت مكسور رجلين كيفاش يعيش نعم كاين حالات كاين اعاقات كثيره كاين امر واش نقول لك على حسب كل دابا مثلا حنا هنا في كازا بنادم راه كما كان حركي كيدو كيشوف بعين قريه مناطق جبليه اللي بنادم منسي ما كاينش حنا دابا راه حنا كنتواصلوا عبر الواتساب وعبر وكاين دابا اللي منسي تما ما كيعرفش كاع اشنو هو الزياده في الايراد نهار كتوصلوا عن طريق دوز لي كلمه تيفهم شنو الايراد اصلا كاين دابا اللي كيدبر يتخلص في هذه 2019 تيقول صافي راه كملت ولكن باقي لي 10 سنين اخرى ما تخلصش فيها دابا حنا 10 سنين على السبت حنا دابا كناضلوا عليها باش نخرجوها وكاين اللي مثلا شي ضحيه اللي دار حديث الشغل ولكن ما خبروش القضيه تاع الايراد كاينه منهم عده ما عارفينش والان دابا الناس عاد باقيين يلا كيعمروا ديك طلب الزياده في الايراد وما كيعرفش حتى البروسيدير وحنا بحكم حتى حنا هذه الجمعيه حنا هنا فين كيتجلى الدور ديالنا كتمشي مع الانسان تتحرك معاك تقدر عبر واتساب توريها شي يدير وهادي وهادي حتى كيوصل الهدف ديالو وحنا كتعرف المواطن كيمشي للاداره كيمشي للاداره ما كاينش اللي كيقنعو كيشوفو ضحيه جاي مسكين بعكاكه
زعما معاناه كما قلت السي نجيب، كيفاش جا اول مره جاتكم يعني فكره ديروا هذه الجمعيه؟ الجمعيه انا بعدا شخصيا اول تواصل كان مع الاخ نجيب معير، كنناقشوا تناقشوا بيناتنا في التيلي. كيفاش تعرفتوا بيناتكم؟ هو يقول بحال هكا في التيلي تدخل عندي، دخلت عنده فيسبوك هادي اشنو هو يقول لي سي محمد كيفاش اش ظهر لك نديروا جمعيه؟ اش غنبقاو احنا وكيدخلوا درنا جروب ولاو كنكريو الناس كيدخلوا كنبداو يدي يطرح عليك سؤال. دابا لحد الان نيت كاين الجروب كتجاوبوا، هذا حسب احنا ما قانونيين ما كان احنا حسب التجربه ديالكم قدرنا على الله سبحانه وتعالى كنعطيو هذه كنمشيو باش كنمشيو بالدعاء الله يجازيك بالخير. هذه هذا هو يعني هي هاد الجمعيه خيريه اكثر من ما هي زعما كتقلب كاع على يعني المسائل. هضرت على ما هو قانوني، عندكم شي لقاءات مع محامين باش يفسروا لكم هاد الجوانب القانونيه وهذا؟ نعم كان عندنا واحد اللقاء مع استاذ القاروشي خبير في قانون حوادث الشغل، كان جبنا لواحد دار الشباب دار واحد الندوه والحمد لله والناس استفدوا، وعندنا لقاءات مع محامين اخرين تما راه كيتواصلوا معنا في يعني في بحال في المجموعه اللي عندنا راه عندنا فيها اساتذه وعندنا فيها خبراء قانون. المهم ملي كيتطرح شي سؤال ديال شي ضحيه عندنا حنا في هذاك الجروب اي سؤال كياخذ الجواب ديالو بدون. وكيفاش تلقاو انتم مثلا انتم جمعيه كيفاش تقلبوا على الناس اللي ضحايا جدد حوادث الشغل؟ جدد من خلال التواصل ديال الناس الاخرين الضحايا الاخرين هما كيدخلوا لك هذوك كيتواصلوا مع ذوك الضحايا الجداد كيدخلوا معنا للجروب. الجروب دابا حاليا راه واصل لشي 4000 ضحيه اللي في الجروب دابا. اللي في الجروب هادي في واحد الضحايا حوادث الشغل ديال الفيسبوك. اما الجروب الاخر ديال الواتساب راه فيه توا شي 200 و300 كتواصل هذه يوميا، ديما النقاشات ديما المشاكل كتطرح لك سؤال كيجاوب الاخر كيطرح هذا. والحمد لله كما قلت لك اخر شيء دابا ديروا لله في الله. غير مهم الضحيه خاصو يعرف ما له وما عليه. وتتلقاو شي دعم من طرف مجلس المدينه من طرف؟ ما عمرنا قدمنا شي حاجه شي طلب. دابا قضية الدعم انا يعني على حساب فهمتي وكيقول لك اودي انتوما كتكلفوا الخزينه فلوس، انتوما كتاخذوا الفلوس من الخارج يعني ما يمكنش انا نعطيك دعم. نعطيك دعم الا ما كنتيش انت كتستافد راه هنا وراه الاستفاده. لو عمركم انتم قدمتوا هذا الدعم؟ لا حاليا حنا مع التاسيس ديالنا يلاه تاسسنا يلاه دخلنا في 2023 شهر 3 اسسنا الجمعيه ويلاه بدينا كنتهالكوا يلاه بدينا هذا وبحكم التجربه ودابا يلاه بنادم غادي وتي تيراكم التجربه والحمد لله على كل حال. سي نجيب شكرا جزيلا على قبول الدعوه. جزاكم الله خير، انتم اهل الجزائر. شكرا للاخ مستا، شكرا للطاقم التقني كامل وقناه الانفاس، وشكرا بزاف وكنشكركم على الدعوه ومرحبا. مرحبا مرحبا، شكرا جزيلا متتبعي قناه انفاس بريس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.